ما في شك انه الاحتلال خلق ارتباك كبير للعائلة. طبعا يعني بقصد احنا كعائلة بلغنا يوم الاربعاء انه صلاح رح يطلع وانتهى الامر الاداري وبس ممنوع التحضير للاحتفالات زي اي اسير اخر اللي بيحضروه وبياخذوا كفالات والى اخره. وابونا صلاح روح على غدا الاتجاه انه يحضر البيت انه صلاح جاي بتعرف استقبال امه واخته واخوه والعيله القريبه. وفوجئ بعدها انه صلاح استدعي لمحكمه في داخل السجن وبلغ. طبعا صلاح زي ما سمعته بالمؤتمر ما وقع ولا على شيء، لكن بلغ انه راح يبعد يوم الاحد بشكل يطلع من السجن للمطار. وطبعا يعني هذا كان شيء مفاجئ للعائلة، ترك اثار فعلا نفسية كبيرة اللي صار في قلق يعني بهاي الخطوة. شو معنى انك تيجي تبلغ الاهل انه راح يروح وبعدين تاخذ اجراء اخر بابعاده؟ يعني هناك فعلا يعني في ابعاد نفسية اللي بيستعملها الاحتلال ضد الاهل، واحنا عم بنشوفها في كل القضايا، في كل الخطوات اللي بياخذها، وهذه يمكن من اهم الخطوات اللي احنا شايفين شو تاثيرها النفسي. موقف العائله اذا تم الترحيل؟ اذا تم الترحيل مشكله، مصيبه كبيره. يعني واحد اللي عنده بيته وعنده اهله والى اخره تبعده على بلاد ثانيه بغض النظر انه ابنه اولاده هناك مرته هناك، لكن بلده الاصلي هذا ولد هون عاش هون ناضل هون سجن من شان هاي البلد. يعني مو ممكن تقبل انه يترك هاي البلد اللي هي يعني بالنسبه له كل شيء. يعني كان في امكانيه من قبل دون ما ينسجن دون ما يتعذب دون ما كذا يقبل بالترويح. كان معروض عليه باستمرار انه بدنا نروحه ورفض. يعني ما ممكن هاي المعادله اللي هي بتناقض كل شيء في الدنيا، بتناقض كل القوانين الدوليه، بتناقض القوانين الانسانيه، بتناقض حتى القوانين الاسرائيليه.